مشاهدي قناة القلم، مرحبا بكم في هذا الموعد الجديد مع برنامج ضيف القلم. برنامج ضيف القلم يستضيف الليلة شخصية عامة عرفت بمواقف أقل ما يقال عنها أنها موضوعية. نتابعوا التقرير الافتتاحي اللي نتعرفوا من خلاله على شخصية الليلة. عادة ما تنأى الشخصيات الأكاديمية بنفسها عن الفضاء العمومي، ومن النادر جدا ما تعلن عن مواقفها أو آرائها من القضايا المطروحة حول الشأن العام. وليس ذلك بسبب تحفظ هذه الشخصيات إزاء ما يجري، ولا أيضا من جراء عزوفها عن المجال السياسي، وإنما غاية ما في الأمر أن دعوتها أو اللجوء إليها ارتبط باختزال حضورها ومشاركتها في تقديم استشارة حول بعض المسائل التقنية أو الجوانب القانونية والعلمية. فمثل هذه المسائل لا يمكن أن تكون في متناول الإعلاميين وعامة الناس وحتى القائمين بالشأن السياسي في بلادنا. لكن مما لا شك فيه أن لهذه الشخصيات من نفاذ البصيرة وبعد النظر ما يجعلها قادرة على الإفادة بالرأي والمشورة في هذه الظروف الانتقالية الصعبة التي تمر بها بلادنا. وشخصية حلقة الليلة من برنامج ضيف القلم لا يعوزها هذه القدرة، وتحظى بكل التقدير والاحترام لدى أغلب الفئات الاجتماعية. ضيفنا الليلة هو الأستاذ قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري، مولود بتونس في فيفري 1958. تحصل الأستاذ قيس سعيد على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس سنة 1985، ودبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري تونس 1986، ودبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني بسان ريمو إيطاليا 2001. درس الأستاذ قيس سعيد بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة، ويدرس منذ 1999 بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس. شارك في الكثير من المؤتمرات والملتقيات الدولية، منها المؤتمر العالمي الثاني للجمعية الدولية للقانون الدستوري باريس 1987، المؤتمر العالمي الثالث للجمعية الدولية للقانون الدستوري بولونيا 1991، الأيام التونسية الفرنسية للقانون الدستوري تولوز 1993 و2001، ملتقى حول القانون في دول المغرب العربي الرباط 1996، مناقشة تقرير التنمية الإنسانية في إطار جامعة الدول العربية القاهرة 2003. للأستاذ قيس سعيد الكثير من الأعمال العلمية، وعلى سبيل الذكر العلاقات بين الجمهورية التونسية ومجموعة البنك العالمي 1985، الجوانب القانونية في النزاع العراقي الإيراني 1987، الوكيل العام للجمهورية في تونس 1987، حرية ممارسة الشعائر الدينية في تونس 1989، الإسلام والاقتراع العام 1993، القانون في الفكر العربي الإسلامي 1996، فكرة البرلمان في تونس 1999، الطبيعة القانونية
لآراء المجلس الدستوري 2007، السلطة التأسيسية تحت الاحتلال، حالة العراق وحالة أفغانستان 2007. مرحبا بك أستاذ قيس. أهلا وسهلا، مرحبا بكم وشكرا على هذه الاستضافة في قناة القلم، هذه المرة الثانية التي أدعى فيها، ويسرني أن ألبي مثل هذه الدعوات حتى أكون معكم في هذه الحصة. نشكرك على الحضور المرة الثانية وعلى سعة صدرك زادة. شكرا. فقط هي ملحوظة منهجية. نعم. ثم بعض الطلبات. نعم. على أنه يكون الحديث فيه نوع من العامية التونسية إذا أمكن. نعم. إذا كان ما يحرجكش. نعم، لا ليس هناك أي إحراج، ولكن اللغة العربية هي نفسها تلبي الطلبات، ولكن لا يمنع هذا من أن أتحدث باللغة العامية إن اقتضى الأمر ذلك. سوف يقتضي الأمر. مش ننطلق من المجلس الوطني التأسيسي. نعم. والأزمة اليوم اللي أخذت تتفاقم أكثر فأكثر، هل هي أزمة تشريع وإلا أزمة تنظير أو تنظيم من وجهة نظرك؟ بقى الأزمة تعود جذورها إلى المرحلة الانتقالية الأولى في تلك الفترة، وتقريبا بداية من يوم 15 من شهر جانفي من سنة 2011، حينما تم الإعلان عن الشغور النهائي في رئاسة الجمهورية، اعتقد الكثيرون أن الفرصة التاريخية قد حانت بالنسبة إليهم، واعتقد كل طرف أن هذه الفرصة لا يمكن أن تمر بدون أن يستثمرها لفائدته. أطراف سياسية. أطراف سياسية وأطراف معلنة وأخرى غير معلنة. ومباشرة في أواخر جانفي بدأت تطرح جملة من القضايا لم يطرحها الشباب التونسي في حراكه الذي بدأ بمدينة سيدي بوزيد. طرحت قضايا كتلك المتعلقة بالهوية وبالدين وبالأحوال الشخصية وبالمساواة في الإرث وباللائكية وبختان البنات وبالأمهات العازبات. في غنى عليها وماش مطروحة في تطرح أصلا. ثم بدأ الانحراف شيئا فشيئا بهذه الطريق إلى طريق أخرى، فتحوا طرقا أخرى وبدأوا يبحثون لها عن حلول، أو يبحثون عن مواعيد لها، ويبحثون عن خرائط لها، في حين أن الطريق كانت واضحة معبدة من قبل الشعب التونسي، كانت العناوين واضحة، عناوين تتعلق بالحرية وبالكرامة الوطنية وبالشغل. للأسف يعني تركت هذه القضايا وتم الانحراف بها نحو جملة من المسائل الأخرى التي لا علاقة لها إطلاقا بهذه المطالب. شنو السبب؟ نعم، السبب من بين الأسباب، وتم ذلك في شهر مارس من سنة 2011، حينما تم التفكير في وضع نظام انتخابي للمجلس الوطني التأسيسي الذي أعلن أنه سيتم إنشاؤه ويتم انتخابه، تذكرون يوم 24 من جويلية. الأحزاب السياسية والأطراف المعنية وضعت هذا النظام الانتخابي الذي جاءنا بهذا المشهد. وبطبيعة الحال حينما يوضع مثل هذا القانون الانتخابي فإنه لا يوضع ببراءة أو هكذا بصفة موضوعية. تم وضع قانون انتخابي على القائمات في دوائر انتخابية واسعة، وهو ما أدى إلى سيطرة الأحزاب، في حين أن الأحزاب جاءت نتيجة لهذا الحراك، ولا يمكن لأي واحد منها أن يدعي أنه هو الذي قاده. معناها نجم نقول أنه ثم نوع من التلاعب المسبق، الترتيب، الترتيب المسبق. نعم، الترتيب مش تحصل نتيجة. نعم، للحصول على نتائج معينة وعلى مشهد سياسي معين، هذا فضلا عن زرع بذور الانقسام في تلك الفترة. كأن المواطن التونسي الناخب حينما توجه إلى صندوق الاقتراع يوم 23 أكتوبر 2011، كان سيختار بين المسلم والكافر، يعني كان هذه هي القضية. معناها ولت. نعم. معادلة صعيبة بالنسبة لي. نعم. لكن أستاذ قيس، لكن حتى واصل يعني بالنسبة للتشريع، يقال أزمة تشريع، جاءت الانتخابات بما جاءت به من نتائج فرح بها البعض بطبيعة الحال، ولكن منذ اليوم الأول للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات بدأت مظاهر الأزمة
في تونس. البعض لم يقبل بهذه النتائج بالرغم من أنه يصر على أن الانتخابات كانت انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة، ولكن للأسف يعني هذه ربما من ناحية تنظيمية أو ربما لم يقع تزوير الأوراق الاقتراع والنتائج الانتخابات، ولكن تم توجيه الرأي العام كأنما تم تزوير عقول الناخبين، وهو الخطر الأكبر من تزوير نتائج الانتخابات. جاءت يعني قالوا في 23 أكتوبر تونس تنتخب، بالنسبة إلى من خسر هذه الانتخابات تونس تنتحب، يعني مباشرة إثر النتائج الأولية. هناك من قال أنه سيبقى في المعارضة، وهناك من رفض وجود الائتلاف الحاكم اليوم نتيجة لهذه الانتخابات. وكل الصراع الذي بدأ في سنة 2011 صار صراعا داخل المجلس الوطني التأسيسي. وكعليش ولينا نسمعوا، يلزم كل المؤسسات المنبثقة عن انتخابات 23 أكتوبر يلزمها تتحل. هذه بالنسبة إلى البعض يدعو إلى حل المجلس، وكم من مرة دعا أحد رجال السياسة إلى حل المجلس التأسيسي وقال إن المجلس انتهت شرعيته في كثير من المناسبات. يعني هذا ما قيل، الشرعية انتهت ولا يمكن المواصلة بنفس هذه المؤسسات، لا لأن الشرعية انتهت، وفي هذا نقاش طويل يمكن أن نعود إليه وإلى المرسوم المتعلق بالقانون الانتخابي الذي أتاح فقط لرئيس الجمهورية المؤقت في سنة 11 و2000 أن يدعو الناخبين للانتخابات فقط، ولم يفوضه أصلا لتحديد مدة المجلس التأسيسي. الأمر الذي فيه تحديد للمجلس لمدة المجلس هو أمر غير شرعي في هذا الجانب على الأقل، لكن الشرعية ليست شرعية الانتخابات فقط، يجب أيضا أن تكون شرعية في مستوى الأداء. ماذا حقق هذا المجلس اليوم؟ وهذه هي النقطة الأساسية التي أردت طرحها في الواقع. هي أنه هنا يتعلقش الأمر باللي نعيشوه بأزمة تشريع، خاصة وأنه المدة طالت، وفي كم مرة نسمع أنه الأسبوع القادم ثم مصادقة على الدستور، الأسبوع القادم مصادقة على الدستور. كم من مرة وضعت الرزنامة ووضعت المواعيد، وصادق المجلس التأسيسي نفسه على الرزنامة في يعني بدون أي شكل قانوني، حدد المواعيد، ولكن لم تحترم هذه المواعيد، لأن القضية ليست قضية دستورية أو قضية نصوص قانونية. القضية هي قضية صراع على السلطة بين طرف فاز في الانتخابات وطرف آخر لم يفز بهذه الانتخابات، ولكنه لا زال يرفض نتائجها منذ اليوم الأول للإعلان عنها. هذه هي القضية، صراع على السلطة. وأذكر هنا يعني حتى أذكر تجربة تونس في دستور 1 جوان 59، اجتمع المجلس القومي التأسيسي أول مرة يوم 8 أبريل من سنة 56، وأنهى أعماله يوم 28 ماي من سنة 59 بمناسبة المصادقة على مشروع الدستور في قراءة ثالثة، ولكن لم تطرح في تلك الفترة مسألة طول مدة المجلس. لماذا؟ لأن الرئيس بورقيبة في ذلك الوقت حسم الصراع على السلطة، حسم الصراع السياسي، لم تكن هذه المشاكل مطروحة على الإطلاق. اليوم لا توجد تجاذبات، هناك خط واضح، ولكن ليس هناك مشكلة على الإطلاق بالنسبة إلى طول المدة، ولم يطرح أحد في ذلك الوقت لماذا طالت مدة المجلس التأسيسي. وبرر المرحوم علي البلهوان المقرر العام للدستور آنذاك طول المدة بأن المجلس أخذ الوقت الكافي ليختار النظام الذي يراه ملائما، ولم تطرح مسألة الشرعية على الإطلاق، متى بدأت ومتى تنتهي. اليوم الصراع هو صراع على السلطة تحت عباءة الدستور، والقضية ليست قضية دستورية كما يهيئ لنا ذلك الكثيرون. ليست قضية تشريعية، هي صراع محموم على السلطة بين هذه الأطراف التي بدأت في هذا الصراع قبل الانتخابات، والصراع ما زال استمر وما زال قائما إلى حد يوم الناس هذا. أستاذ هنا يفسرش هذا أن نلقاو تعديلات في نظام المجلس، نعم، انسحابات، كتلة النهضة تتراجع على التعديلات، وهنا تحت شعار الحرص على استمرار الحوار،
والناس تنتظر في المصادقة على الدستور بين أسبوع وآخر. نعم. ضاعت المصادقة على الدستور. نعم. ولينا نعالجه في مشكلة إيجاد الوفاق. طيب الناس ولا تتلوج على الوفاق داخل المجلس. نعم. بعد ما كان البحث عن الوفاق في خارج الحوار الوطني. نعم. خارج المجلس أو لم يكن موجود هذا الوفاق إلا في حالات نادرة جدا، يعني بالنسبة إلى المسائل الهامة على الأقل، بالنسبة إلى مشاريع القوانين العادية والأساسية يمكن أن تمر بالأغلبية المطلوبة ولم تطرح الكثير من الإشكالات. مثلا بالنسبة إلى يوم أمس، يعني صادق المجلس على عدد من مشاريع القوانين لم تطرح إشكالا في المصادقة عليها، باستثناء مشروع واحد يتعلق باتفاقية الهجرة بين الجمهورية التونسية والكونفدرالية السويسرية. لكن بوجه عام المسائل الحيوية المتصلة بالسلطة لا وجود في وفاق لوفاق حولها. لماذا؟ لأن كل طرف يسعى إما للبقاء في السلطة ويهيئ كل أسباب البقاء، والطرف المقابل يسعى بدوره إلى تهيئة الأسباب التي تمكنه إما من اقتسام السلطة وإما من الوصول إليها. هو يتحفز للوصول إليها في كل مرحلة، حينما تطرح مثل هذه القضايا داخل المجلس وحينما تطرح المسائل الأخرى خارج المجلس كتلك المتعلقة بالأوضاع الأمنية أو الأوضاع الاقتصادية. سنأتي إلى هذه الأوضاع، لكن هنا اللي نحاول أن نفهمه أنه الجو الخارجي. نعم. خارج المجلس يخيم بظلاله على داخل المجلس. نعم. وكيف كيف اللي يحدث في المجلس، خاصة أن نعم. الفترة هذه صارت بارشة تقلبات. نعم. وإحنا مش نتابعه على الأقل للتذكير. نعم. بعض المحطات هذه في التقرير التالي ثم نواصله. نعم. المجلس الوطني التأسيسي متكون من 217 عضو تم انتخابهم بطريقة شرعية، إلا أن هذا المجلس شهد العديد من الخلافات وحالات من الاحتقان داخله في الكثير من المواضيع. ومن بين هذه الخلافات النقاشات التي شهدتها لجنة التشريع العام حول مقترح قانون خاص بهيئة الإشراف على الانتخابات، وسط خلافات بين نواب من حركة النهضة ونواب من التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحرية، الذين انسحبوا من اجتماع اللجنة احتجاجا على التعطيل المتعمد والرسالة السلبية المرسلة إلى الحوار الوطني حسب تعبيرهم. هذا إلى جانب اضطرابات شهدها المجلس متمثلة في الخلافات صلب لجنة التوافقات حول تحييد دور العبادة والمؤسسات التربوية عن التوظيف السياسي في باب المبادئ العامة، حيث لم تتمكن لجنة التوافقات حول مشروع الدستور من حسم الخلافات بين الأطراف السياسية المتمثلة فيها. الخلافات استمرت صلب المجلس بين النواب المنسحبين العائدين إلى المجلس وغيرهم من النواب حول العلاقات بين المجلس الوطني التأسيسي والحوار الوطني وشرعية كل منهما. ويذكر أن نواب المنسحبين العائدين إلى المجلس الوطني التأسيسي قد قاطعوا المجلس لمدة 3 أشهر. هذا إلى جانب نقاشات كثيرة بين العديد من الأطراف السياسية في المجلس الوطني التأسيسي حول تشكيل جبهة سياسية وكتلة برلمانية مشتركة تشمل أكثر من 35 نائب. هذه الخلافات تناولت المبادئ العامة للتحالفين المعروضين للنقاش ومجالات الالتزام المشترك بين الأطراف المتحاورة. الخلافات عديدة صلب المجلس الوطني التأسيسي، فبعد نقاشات استمرت أكثر من شهر صادق المجلس يوم 12 ديسمبر 2012 على مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. أجواء الخلافات والاحتقان داخل المجلس الوطني التأسيسي سجلت حضورها أيضا في التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس، والتي شملت الفصول 36 و79 و89 و106 و216، حيث علق نواب من المعارضة والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مشاركتهم في أشغال المجلس منذ يوم 4 نوفمبر، حيث اعتبرت المعارضة خاصة من الكتلة الديمقراطية أن التعديلات المدخلة على النظام الداخلي انقلاباً داخل المجلس الوطني على حد تعبيرهم، ورفضت كل التعديلات باستثناء التعديل المتعلق بالفصل 106 الذي تم التوافق عليه بين جميع الأطراف. بينما رفض التكتل تعديل الفصلين 36 و79 بما في ذلك من مساس بصلاحيات رئيس المجلس. مقابل هذه الخلافات أعلنت كتلة حركة النهضة تخليها عن التعديلات المدخلة على النظام الداخلي بحثاً عن توافق يرضي جميع الأطراف. إذن أستاذ، كل هذه اللحظات اللي عبرت عن التوتر، عبرت عن نوع من التجاذب في المجلس. نعم. تمشي إمكانية لتجاوزها؟ لا، هو أمر طبيعي أن يحصل تجاذب.
أمر طبيعي أن يحصل الصراع. لا ليس بهذا الشكل. معناها انسحاب ورجوع وانسحاب ورجوع. يعني الانسحاب ورجوع وهذا الخطر أيضا حتى على فكرة القانون ذاته. يعني حتى التراجع مثلا بالنسبة إلى التنقيحات التي أدخلت على النظام الداخلي للمجلس. يوضع المشروع ثم يصادق عليه ثم بعد ذلك اتفاق حول سحب بعض التنقيحات التنقيحات. يعني هذا له أثر بالغ على فكرة القانون. من له الأغلبية يستطيع أن يضع القانون بالشكل الذي يريده ويمكن ويستطيع أن يحذفه أن يحذفه حينما يرى ذلك. وهذا رسالة سلبية. رسالة سلبية جدا. وضعت قانون ويفترض أنه يطبق أو لا تضعه أصلا. لكن يعني بالفعل هذا له أثر سلبي جدا على فكرة القانون داخل المجتمع. حينما يشعر المواطن بأن القوانين توضع بالرغم من أن الأمر يتعلق بقانون داخلي يهم عمل المجلس وتنظيمه، ولكن صورة القانون وفكرة القانون داخل المجتمع سوف تتأثر سلبا بما يحصل داخل المجلس. بطبيعة الحال هذه الانسحابات، لأن من انسحب لا يستطيع أن يضغط على الأغلبية من داخل المجلس، يرى أنه سيضغط ويمكن أن يكون فاعلا أكثر لو كان خارج المجلس. لكن ولا التقليد أستاذ. نعم. في كل مرة كين وفي كل مرة يصير حاجة أنا مش انسحب. أنا انسحب يعني للتعطيل أو للضغط، وأنه لن يعود إلى المجلس إلا بعد الاستجابة لمطالبه. لكن هذا أمر غير طبيعي. التجاذب طبيعي، الخلاف طبيعي، ولكن الانسحابات المتتالية من داخل المجلس للضغط عليه من خارج أسوار قصر باردو أمر غير طبيعي. حصل هذا إثر اغتيال الشهيد محمد البرعمي كان مفهوما، ولكن كلما تم تمرير مشروع قانون يتعارض مع ما تريده الأقلية أو المعارضة ينسحب الأعضاء. هذا أمر غير طبيعي. لكن أمر غير طبيعي أن تستغل الأغلبية العددية التي تتمتع بها لتمرير مشاريع القوانين التي تريد. كأنها ورقة بالنسبة لها. ورقة الضغط. الديمقراطية هي الأغلبية، ولكن أيضا الديمقراطية تقتضي الاعتراف للأقلية بأن تكون موجودة وأن تكون مؤثرة. لأن الأغلبية اليوم قد تكون أقلية إذا حصلت انتخابات بالفعل ديمقراطية في المستقبل، يمكن أن تكون أقلية، والأقلية يمكن أن تصبح أغلبية. على كل طرف أن يقبل بالطرف الآخر، أن يقبل بالتعايش معه، لأنه بدون هذا لا يمكن بالفعل. فمشي هنا كأنه كل واحد يستخدم في ورقة. الأغلبية تستخدم في ورقة أغلبيتها. نعم. وبالنسبة للأقلية تستخدم في ورقة الانسحاب. لا، انسحبت لأن اعتقدت هذا رد فعل. في الواقع هذا التنقيح رد فعل على الانسحاب الذي تم في أوت من هذه السنة، وتعليق أعمال المجلس من قبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي، وهو أمر لم تقبل به الأغلبية آنذاك، واعتبرت أن هذا التنقيح الذي أدخل على النظام الداخلي أمرا ضروريا، وأنه بإمكان الأغلبية في صورة تعليق أعمال المجلس مرة أخرى أن تدعو المجلس للانعقاد. كما قلت ذلك في أحدى وسائل الإعلام، هو بمثابة استنساخ مفتاح جديد للمجلس. أنت لديك مفتاح وأغلقت لدينا نسخة من هذا المفتاح، يمكن أن نفتح من جديد لو علقت المجلس مرة أخرى. يعني ثم أيضا بالنسبة إلى مكتب المجلس، إمكانية اتخاذ القرارات، ومكتب المجلس هو مركز ثقل المجلس، اتخاذ القرارات حتى بحضور 3 أعضاء تحسبا لهذه الأوضاع. معناها كانوا باش ما يقعش أزمة بشكل جديد في مستقبل الأيام. حتى نوقع مثل هذا فهناك تحسب استباقي. نعم. استباقي. أستاذ هنا قد نجد مخرج لهذا الجانب، لكن ثم مشكل آخر، هو مشكل لجنة الفرز وهيئة الانتخابات. نعم. اللي يقع الطعن فيها مجددا. نعم. من قبل المحكمة الإدارية. الطعن من قبل. ثمشي. نعم. هنا مشكل قانوني فعلي تواجه لجنة الفرز وتواجه القائمة اللي وقع الاتفاق عليها واللي وقع الطعن فيها من قبل المحكمة الإدارية مؤخرا. بالنسبة إلى المحكمة الإدارية، أصدرت قراراتها وألغت أعمال لجنة الفرز. ربما هذا قابل للنقاش،
كأي قرار يصدر عن إحدى المحاكم، لأنها قالت أن عملية التصويت على الأعضاء 36 الذين تم اختيارهم يجب أن يأخذ الترتيب الذي تم اعتماده في عملية الفرز، لا يمكن الفصل بين العمليتين في حين أن القانون يفصل بين العمليتين. ربما قابل للنقاش من الناحية القانونية والقرارات كلها في كافة الدول التي تصدر على المحاكم سواء كانت دستورية أو إدارية أو عدلية قابلة للنقاش، لكن يعني الوضع اليوم هو أن هذه القرارات صدرت ومن المفترض أن يتم احترام هذه القرارات من قبل المجلس. سوف تعيق عملية إعادة الفرز والترتيب من جديد إنشاء أو استكمال إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات بالتأكيد. أثار قرار المحكمة الإدارية حفيظة أعضاء لجنة الفرز، ولكن يبدو أنهم سيحترمون هذه القرارات وسيعيدون العملية من جديد، هكذا أرادت المحكمة الإدارية. ولأن الأمر يتعلق بقرار صادر عن إحدى المحاكم فلا بد من تطبيقه، ربما لا بد من تعديل النص، ولو أنه تم تعديله في المدة الأخيرة وأدخل عليه التنقيح الأخير الذي جاء بالفرز وجاء بهذه القرارات الجديدة للمحكمة الإدارية، ولكن الهيئة المستقلة للانتخابات لأنها يفترض أن تكون مستقلة للأسف بدأت تظهر في داخلها هذه التجاذبات. هل هو سبب أستاذ هو سبب رفض الأستاذ قيس سعيد الانضمام إلى لجنة الخبراء لإيجاد مخرج قانوني لحل إشكال هيئة الانتخابات؟ لا بالنسبة إلى لجنة الخبراء يعني ربما صارت القصة طويلة اليوم تتعلق بلجنة الخبراء التي تم إحداثها مرة أولى للنظر في المشروع الذي تم إعداده المشروع الدستور. أنا توجهت إلى كل اللجان التأسيسية كلما دعيت إلى ذلك، وكنت حاضرا مع لجنتين أكثر من مرة، ولم أبخل أبدا بتقديم ما يمكن تقديمه لهذه اللجان التأسيسية. ولكن لأن الدستور هو عمل سياسي، الاختيار هو اختيار سياسي، ودور الخبير لا يمكن أن يتجاوز الخبرة الفني فقط، لا يمكن أن يحل الخبير محل رجل السياسة. الدساتير يضعها رجال السياسة، الدستور الأمريكي مثلا لسنة 87 و700 وألف وضعوا الثوار الأمريكان أو الممثلين عن الولايات في تلك الفترة. يعني القضية ليست قضية فنية، أنت تبدي رأيا تعطي نصحا تقدم أمثلة من القانون المقارن، ويبقى ذلك بطبيعة الحال بعد ذلك الاختيار بالرجال السياسة. مثلا حينما تقول أن تونس دولة دينها الإسلام، هذا اختيار سياسي وليس اختيارا فنيا. حينما تختار النظام البرلماني عوض النظام الرئاسي، هذا اختيار سياسي. لك لا يمكن أن تحل محل الرجل السياسة الذي انتخب أو يفترض أنه انتخب للتعبير عن الإرادة الشعبية. رفضت ذلك، ومر يعني كان ذلك في للنظر في مشروع تعديل مستوى معناه. نعم. ثم جاءت لجنة الخبراء خارج المجلس الوطني التأسيسي للنظر في التعديلات التي يمكن إدخالها على القانون الأساسي المحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. فقلت مرة أخرى إن الأمر يتعلق باختيارات سياسية وليس باختيارات فنية، هم الذين اختاروا ذلك. يمكن أن تقدم النصح أو أن تقدم الرأي أو تقدم جملة من الأمثلة في القوانين المقارنة، ولكن لا يمكن أن تحل محل هؤلاء الذين يفترض أنهم يعبرون عن الإرادة العامة. لهذا السبب كنت قلت أن المسائل الدستورية والمسائل الكبرى المتعلقة بهذه الاختيارات هي اختيارات سياسية في المقام الأول وليست اختيارات فنية، أو كما يتراءى للبعض ذلك أن المسألة يمكن أن تحسم من قبل الخبراء. الاختيار السياسي يبقى سياسيا، يمكن للخبير أن يبدي الرأي أو يبدي النصحة ويعطي المشورة أو الرأي اللازم كلما طلب منه ذلك. هو في الواقع ليش احنا أثرنا النقطة هذه؟ على خاطر كثر الحديث ثم تأثير تو خارجي
في داخل المجلس التأسيسي وثم تأثير من المجلس التأسيسي في الجو العام الخارجي، وربما هذا يفسر في اتهامات وصلت اتهامات لنواب بجملة من الأشياء التي بعثت نوع من اهتزاز الثقة، ثم ولا الثقة مهتزة مع بعض النواب. لا، الثقة مهتزة بين الأطراف المعنية أولا، يعني داخل السلطة أو داخل المؤسسة السياسية، هذا معروف ويعرفه الجميع. وما هذه المسألة التي طرحت بالتنقل وربما نعود إليها من كتلة إلى أخرى، وربما هذه الأموال التي رصدت لتكوين أحزاب أو كتل، يعني يمكن أن نعود إليها، ولكن المشكل الأساسي هو أزمة الثقة داخل المجلس، ولكن ثقة عموم التونسيين في المؤسسة السياسية. وكل هذا مرة أخرى هو نتيجة للفترة الانتقالية الأولى، يعني ما يحصل اليوم من فشل هو نعم هو نتيجة لهذه الاختيارات القانونية والسياسية التي تمت أثناء المرحلة الانتقالية الأولى. نصور نعم. الأمر يبدو أنه طبيعي بشكل هذا، يعني هو النتيجة لسبب واضح، نتيجة لاختيارات خارج سياق التاريخ، نتيجة لتصورات لم يعد من الممكن تطبيقها في هذه المرحلة من التاريخ. نحن في المستفقية فقط بشوضح اللي وصلنا له معناها هذا هو نتيجة طبيعية. نعم هو نتيجة، معناها التصور كان يعرف قاعد يعمل مش يوصل النتيجة هذه. قد يكون أخطأ حساباته، ولكن ما دام قد اختار وحصل ما هو حاصل اليوم، فالنتيجة لا أعرف هل كانت في حساباته أن يصل إلى مثل هذه النتيجة أم لا، ولكن كل طرف تصور أنه وصي وأنه بإمكانه أن يختار وأن يرتب الأوضاع لفائدته. لكن السياسي عنده الكثير ورصيده كبير، معناها السياسي السياسي بشكل عام، معناها ما تصورش أنه مش يكون أي عمل تلقائي أو عفوي. لا، ليس عفويا ولا تلقائيا ولا من قبيل الانتظار. نعم هو الإضمار والترتيب والأعداد، ولكن قد يكون أعد لسيناريو أو لوضع معين ولكن لم يصل إلى تحقيقه، يعني هذا هو أو البعض أعد وكان يتصور أنه سيصل إلى نتائج محددة ولكنه لم يصل إليها. يعني بالتأكيد الاختيارات التي تمت أثناء المرحلة الانتقالية واعية ولم تكن من قبيل الصدفة التي لا تعرف لها أسباب. أستاذ في الجزء هذا حبيت نرجع ديما لمسألة الاتهامات الموجهة للنواب. كثر الاتهامات وولت قضية أموال وقضية انتقالات وقضية معناها شريان أصل النواب إلى غير ذلك، وكثر في الصحافة الحديث هذا وحتى في وسائل الإعلام، حتى عن بعض الإعلاميين بعض الإعلاميين صرح هذا بشكل مباشر. قال نعرف أنا شكون شراق نواب إلى غير ذلك. شنو تأثير ذلك؟ تأثير ذلك على كل هذه المرحلة وعلى صورة المؤسسة السياسية في ذهن المواطنين التونسيين، هذه يعني الأهم تأثير. ولكن لاحظ يعني في هذه القضية من بين الأسباب أيضا، حتى أعود إلى المرحلة الانتقالية الأولى، الناخب مغيب، المنتخب أو النائب اليوم داخل المجلس الوطني التأسيسي يشعر بأنه مسؤول فقط أمام من رشحه للانتخابات، ثم شيئا فشيئا يتخلص من هذا الشعور بالمسؤولية من أمام الجهة التي رشحته للانتخابات، ويشعر بأنه حر طليق ويتصرف كما أن الناخبين لم يعد لهم وجود في ذهنه، يعني يتصرف كما شاء، ينتقل من كتلة إلى أخرى، أو ربما لا أعرف لا أريد أن أتهم أحدا، ربما يتقاضى أموالا من جهات يعني مشبوهة أو من جهات تعد بدورها للمرحلة القادمة. يعني كل هذا نتيجة لتغييب الناخبين في ذهنه، الناخبون ليس لهم وجود. وهنا أعود مرة أخرى إلى الوضع في تونس، لماذا عشنا لمدة أكثر من نصف قرن والناخب مغيب في ذهن المسؤولين؟ لأن المسؤول أو النائب المنتخب في تونس كان يتلقى التهاني بمجرد ترشيحه للانتخابات، ولا يشعر بالولاء إلا للجهة المركزية التي رشحته للانتخابات.
حتى المسؤول في الإدارة لا يشعر أيضا بأي مسؤولية إلا ما من عينه. مش إزاء المواطن، نعم، مش إزاء الشعب، يعني ليس إزاء الشعب، لا يشعر، لا لاحظ يعني في المستوى المحلي أو في المستوى الوطني الشعور كله بالمسؤولية تجاه السلطة المركزية ورئيس الحزب الذي ينتمي إليه. قد العقيدة ما هي بدها. المواطن لا يتحول إلى مواطن إلا يوم الانتخابات، هو ورقة اقتراع وليس أكثر من ورقة اقتراع توضع في صندوق الاقتراع، بعد ذلك ينسى. اليوم المواطن نسي، العلاقة هي بين الأحزاب وبين قيادات الأحزاب، وهؤلاء النواب يتحررون شيئا فشيئا من هذه المسؤولية، يشعرون بأنهم لم يعودوا مدينين لهذه الصورة التي رشحتهم للانتخابات، بل إن الأحزاب التي رشحتهم صارت هي مدينة لهم، ويتحررون ويحصل ما يحصل. لو أن الانتخابات تمت بطريقة الاقتراع على الأفراد في دوائر انتخابية ضيقة، وعاد الناخب إلى تلك الدائرة لحاسبه الناخبون على ما أتاه، ويمكن لو أنهم بالفعل يريدون تأسيس نظام ديمقراطي حقيقي في المستقبل لوضعوا. نعم. عفوا أستاذ، معناها هنا مش نجيو في واقع الأمر. نعم. انت مهت لي تو بالطريقة. نعم. هذه للمبادرة متاع الأستاذ. نعم. قيس سعيد. نعم. فاصل ثم نرجع للمبادرة هذه. أستاذ قيس، مبادرة بعجالة باش يتعرف فقط الجمهور الكريم على نص هذه وعلى على بعض بنود المبادرة. نعم. هذه أولا، على المجلس الوطني التأسيسي أن يتحمل مسؤوليته التاريخية واعترف أمام الشعب التونسي أنه فشل. نعم. والسلطات المنبثقة عنه في إدارة هذه المرحلة الانتقالية، وعليه ترتيبا على ذلك أن ينهي وجوده القانوني وأن يحل نفسه. اثنين، ضمان استمرارية الدولة التونسية، يضع المجلس الوطني التأسيسي قبل إنهاء وجوده تنظيما مؤقتا جديدا للسلطة العمومية لا تتجاوز مدته 6 أشهر. ثلاثة، تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد استكمال تشكيلها الإشراف على انتخابات المجلس الوطني الشعبي. أربعة، يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني الشعبي على النحو التالي: يقع انتخاب مجالس محلية من كل معتمدية من معتمديات الجمهورية وعددها 64 بعد المائتين بطريقة الاقتراع على الأفراد في دورتين انتخابيتين. لا. هذا تقريبا بعجالة 4 نقاط جوهرية. لا. في المبادرة بتاع الأستاذ قيس. لا. سعيد بإيجاز. لا. علش تقوم هذه المبادرة وشنية الإيجابيات؟ لا. أقول الإيجابيات ليس بالنسبة للسياسي وإنما بالنسبة للإنسان العادي. نعم. وبالنسبة لعموم الناس. نعم. بالنسبة إلى عموم الناس، لننظر أولا في هذا الحراك الذي عرفته تونس في أواخر سنة 2010 وبداية سنة 2011، انطلق من الأطراف ولم ينطلق من المركز، وانطلق بدون قيادات حزبية تقليدية، يعني الأمر هذا معروف في تونس، معروف أيضا في عدد من الدول العربية الأخرى كاليمن وكمصر على وجه الخصوص، انطلق من الأطراف ولم ينطلق من المركز. التنظيم المركزي انتهى تاريخيا، لا يعني أن الدولة الموحدة التونسية، لا بالعكس، تبقى تونس دولة موحدة ولكن ذات تنظيم لا مركزي. قلت اليوم أزمة، واضح أنها أزمة، ويهيأ لنا أننا نضع دستورا جديدا، يهيأ لنا، لأن القضية ليست في النص ولكن في الفكر السياسي الجديد. معناها الدستور الجديد ما هو دستور جديد، سوف يكون غير جديد. ينظر الملاحظ في الأسباب التي أدت إلى الفشل في البلاد العربية للتجربة الدستورية، ليس الأمر رهين النص ولا الأحكام التي تتضمنها النصوص، ولكن رهين الفكر السياسي. إذا كان الفكر السياسي في حالة موت أو في حالة موت سريري، لا يمكن أن نبني ونؤسس من جديد. لنؤسس من جديد لابد من فكر سياسي جديد. اليوم هناك أزمة سياسية نتيجة لهذه الاختيارات التي تمت أثناء المرحلة الانتقالية الأولى، ولا يمكن أن نضع في ظل هذه الأوضاع دستورا بالفعل متميزا عن الدستور السابق. وأنا أفتح قوسين حتى أقول أن القضية ليست قضية نص دستوري. لو أننا طبقنا الدستور 1 جوان 59 بكل التعديلات التي أدخلت عليه بفرنسا أو بسويسرا، لا أعطانا ديمقراطية،
ولو جئنا بالدستور البلجيكي أو بالدستور السويدي إلى تونس وطبقناه في ظل الوضع الذي كان قائما وفي ظل الأوضاع الحالية لأدى إلى نفس الوضع الذي كان قائما وإلى نفس هذه الأوضاع الحالية، لأن تصورنا للدستور في تونس هو أداة للحكم ولتبرير مشروعية الحكام ولتبرير السلطة، في حين أن تصورهم للدستور بفرنسا أو ببلجيكا أو بالسويد، الدستور هو أداة لتنظيم السلطة فقط تنظيما يضمن الحرية. هذه القضية، يعني القضية ليست العقلية، هي العقلية نعم في حد ذاتها. كيف يتصور الحاكم الدستور؟ أذكر دستور المصري لسنة 23 هو نقل حرفي للدستور البلجيكي، نجح في بلجيك ولم ينجح في مصر. بعد حوالي 7 سنوات جاء الملك فؤاد وألغاه. في تونس لنؤسس من جديد لابد من تصور وفكر سياسي جديد حتى تقوم السلطة بالفعل وطني. وقلت أن الحراك انطلق من المركز، ويجب أن يكون النائب المنتخب مسؤولا أمام المواطنين الذين انتخبوه، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا في المستوى المحلي. ولاحظوا التجارب الناجحة في الدول الديمقراطية العريقة في بريطانيا أو في الولايات المتحدة الأمريكية، الحياة كلها تقريبا بالنسبة إلى المواطن في المستوى المحلي. ولاحظوا أيضا التجربة التي عشناها بعد 14 من شهر جانفي، الأسبوع أو 10 أيام، حينما تولى المجتمع التونسي شأنه بنفسه. نعم. يعني عاد التوازن إلى المجتمع التونسي، صار انسجام لم أعش شخصيا كمواطن إلا خلال تلك الفترة. يعني صرت أشعر وأنني يمكن أن أشارك في الفضاء العام، لكن بمجرد السطو مرة أخرى على الإرادة العامة انكفأ المواطن التونسي على نفسه وبقي ينظر إلى قصر باردو، هل يأتيه الحل من هذا القصر أو من بقية القصور؟ لكن حتى أقول نعم. هنا يا أخي سهل توا بعد أكثر من عامين، نعم، وناس تحبر في الدستور وتتقاضى أموال وناس تستنى، سهل أن نفسخه نعم المرحلة هذه. من الأفضل أن نؤسس من جديد، من أن نهيئ لأنفسنا أننا نؤسس من جديد، من الأفضل، لأن الدستور القادم في تونس بهذا الفكر لن يختلف عن الدستور السابق ولن يختلف عن الدساتير التي أدت مرة في كل الدول. ما دام لم يتغير هذا الفكر أدت إلى هذه الأوضاع التي عشناها والتي تعيشها سائر الدول الأخرى التي لم تحقق بالفعل الانتقال الديمقراطي. ما يحصل الآن ليس انتقالا ديمقراطيا، ولكن فقط هو انتقال للسلطة، والخوف من أننا لن نبني نظاما ديمقراطيا وطنيا حقيقيا. حتى أعود إلى هذه الفكرة المبادرة، مجالس محلية في كل معتمدية، للأسف البلديات لا تغطي إلا جزءا يسيرا من تراب الجمهورية، كل تقريبا الجزء الكبير خارج المناطق البلدية. مجالس محلية في كل معتمدية تقريبا خلل نعم في التوازن، نعم خلل في التوازن عشناه منذ نعم عقود، نعم ولازلنا نعيشه نعم إلى حد اليوم. مجالس محلية في كل معتمدية، هذا التقسيم الإداري المعتمديات موجودة عددها 264، يتم انتخاب أعضائها بطريق الاقتراع على الأفراد في دورتين. بطبيعة الحال لابد من الترشيح، وكنت اقترحت أن يتم ترشيح أو التزكية للمترشح من قبل عددا من الناخبين، نصفهم ممن لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة، وربعهم من العاطلين عن العمل. ينتخب بطريقة الاقتراع على الأفراد، أعرفك أنت، أعرف برنامجك، يمكن أن تكون منتميا لحزب كما يمكن أن تكون مستقلا. إذا لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، يتم تنظيم دورة انتخابية ثانية لا يتقدم إليها إلا المترشحان الأول والثاني اللذان فاز بأكثرية الأصوات في الدورة الأولى. انتخابات محلية لإدارة الشأن المحلي، وخاصة لوضع المخطط المحلي في المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ويكون النائب مسؤولا أمام المواطنين يسأل. والتجربة حصلت في تالا وفي بوسالم، انتخبوا مجالس المحلية يعني النيابات خصوصية، وأذكر الشهادة من أحد سكان بوسالم قال: لما عدت بمناسبة عيد الأضحى الماضي إلى مدينة بوسالم فوجئت بأن الأزهار وضعت في الحدائق العمومية. قلت: لماذا؟ قال: لأننا انتخبنا مجلسا أو نيابة خصوصية، لأن المسؤول يشعر بالمسؤولية
أمام المواطنين وليس أمام الجهة التي رشحته للانتخابات، ويمكن في الأثناء أثناء المدة النيابية أن يتم عزله إن لم يكن في مستوى الثقة التي أعطيت إياه بمناسبة الانتخابات. يعني وهذا موجود في الولايات المتحدة الأمريكية لريكول، يعني سحب الثقة من النائب الذي لم يعد يحظى بثقة الناخبين. من هذه المجالس المحلية في كل ولاية ينبثق مجلس جهوي، يعني مثلا ولاية صفاقس من سقيط الدائر، من سقيط الزيت، من جبنيانة، من يعني من مختلف تشكل طبقة أخرى، معناها من طبقة انبثاق من المجالس المحلية، ولكن يتم التمثيل بالتداول. مثلا تم انتخابك أنت يعني عن طريق القرعة لتمثل معتمدية صفاقس المدينة مثلا، بعدك أذهب أنا وبالتداول حتى تبقى العلاقة قائمة بينك وبين المواطنين في المستوى الجهوي، ولكن تعود إلى المحلي، ودرءا أيضا لكل العلاقات التي يمكن أن تنسج مع بعض الأطراف. يعني هذا الوضع حد لإمكانية الفساد يعني في المجالس الجهوية. ثم المجلس المحلي أيضا ينتخب من يمثله في المستوى الوطني. لدينا 264 معتمدية، 264 مجلس محلي، ينتخب كل مجلس محلي من بين أعضائه من يمثل المعتمدية في السلطة الوطنية المركزية. 264 نائب بقطع النظر عن الكثافة السكانية، وهذه ليست بدعة. مجلس شيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية يتكون من شخصين أو من شيخين عن كل ولاية. ومن بين المقترحات أيضا أن لا يتقاضى الذي يتم انتخابه منحة خاصة، بل يحافظ على مراتبه الأصلي، إلا بالنسبة إلى العاطل عن العمل. العاطل عن العمل يخصص له راتب. أما إذا كان مثلا معلم يحتفظ بجرائد معلم. أستاذ قيس تصور تو هنا ثم نوع من معلش أنا ما أقولش المثالية الأفلاطونية، لكن تصور أنه إنسان ماشي يشتغل بالراتب اللي يشتغل به في الوظيفة متاعه ضمن المجال السياسي. هو عادة اللي يعرفناها على الناس اللي في المجال السياسي يبحث عن الامتياز وعن الراتب وعن السيارة وعن البنزين. هذا ما اعتدناه، وهذا ما يجب أن نضع حدا له. لماذا في 14 بعد 14 جامعي يعني عملنا بدون أي راتب بدون أي مقابل من أجل الصالح العام؟ هنا تحتفظ براتبك أن كنت أستاذا جامعيا أو كنت معلما أو كنت ممرضا، تحتفظ براتبك وتدخل لا تترشح إلا لخدمة الصالح العام. يعني هذا هو الهدف. النقلة هذه في حد ذاتها تحتاج لتبديل عقلية. لا العقلية جاهزة. خاطر العقلية السياسية عندنا احنا عقلية لا عقلية سياسية لأن بالفعل عقلية في حالة موات، في حالة موت سريري تتنفس بصفة اصطناعية بواسطة آليات بالية بائسة قديمة لم تعد تستجيب لمطالب المرحلة. لماذا في تونس في تونس وليس في دولة أخرى في الأيام الأولى التي عشناها كالحلم بالرغم من الرصاص الذي كان يطلق ولا نعرف مصدره، يعني عاش التونسي في هذا الانسجام. لماذا تطوعنا؟ لماذا تصالحنا مع الفضاء العام؟ لأننا شعرنا أننا قادرون على الفعل، وأسياد الموقف. نعم أسياد الموقف لأن استرجعنا السلطة، ولكن حينما تم السطو عليها ابتعدنا وابتعد كثير من المواطنين عن الشأن العام. لو عادوا إلى هذا الشأن العام يمكن أن تظهر سلطة وطنية شعبية حقيقية. ليس هناك إقصاء للأحزاب كما يمكن أن يدعي البعض ذلك، ليقدم كل حزب مشروعه وليقدم نوابه، ولكن ليبقوا تحت رقابة الناخبين. هذه الرقابة الحقيقية التي يمكن أن تضع حدا للفساد ولمنطق الوصاية. انتهى عهد الزعابات والزعيم الملهم والزعيم الذي لا يشق له غبار ودائما يكون في موعد مع التاريخ. الشعب هو الذي صنع التاريخ وهو الذي يصنعه في المستقبل، والشباب التونسي هو الذي صنع هذا الحراك الثوري، ويجب أن يكون هو القادر بالفعل على أن يكون فاعلا وأن يكون الفاعل رقم واحد في بناء مشهد سياسي. معناها هنا بالنسبة لنا نحتاج فعلى الأقل في الظرف الراهن إلى أن تكون عندنا عقلية سياسي جديد. معناها يلزم ثم العقلية متاع سياسي غير تقليدي، سياسي
يخدم بآلية جديدة. نعم. سياسي تخلص من الرواسب، تخلص من المنظومة القديمة. نعم. تخلص من كل ما كان يشده إلى تلك المصالح الحزبية الضيقة اللي خلت المجتمع باستمرار يخضع لوصاية من يمتلك السلطة. نعم. فاصل ونجي ونتحدث بشكل أدق على الظرف السياسي اللي قاعدين نعيشوه اليوم.